ونتحول مشاهدينا الكرام إلى محافظات أخرى، نتحول إلى سوهاج وآية رفاعي. صباح الخير يا آية، حدثينا عن الأجواء لديك. صباح الخير دعاء، صباح الخير على السادة المشاهدين من هنا من محافظة سوهاج، من أمام مدرسة الشهيد خليل الدمراني التي بها كتلة تصويتية تتجاوز 12,000 ناخب وناخبة مقسمين على لجنتين فرعيتين، إحداهما للسيدات وأخرى للرجال. كما ترين خلفي ومن حولي دعاء، المشهد هنا يوضح إقبال الناخبين منذ أن فتحت اللجنة أبوابها وحتى هذه اللحظة. محافظة سوهاج نذكر السادة المشاهدين بها 5 ملايين مواطن، يحق لي 3 ملايين وأكثر من 2,000 وأكثر من 200,000 ناخب التصويت في هذه العملية الانتخابية، مقسمين على أكثر من 600 لجنة فرعية تترأسها 18 لجنة عامة. هناك تجهيزات عدة بالمحافظة قام بها محافظ سوهاج استعدادا لاستقبال السادة الناخبين منذ 9 صباحا لهذا اليوم وحتى 9 مساء يوم 12 من ديسمبر. من بين هذه التجهيزات كما ترين أماكن انتظار السادة الناخبين أمام اللجان لحمايتهم من أشعة الشمس، وأيضا توفير كراسي متحركة لذوي الهمم للتسهيل عليهم الحركة داخل اللجان، وأيضا تكليف بعض الأشخاص بمساعدتهم للتحرك داخل اللجان. أيضا من ضمن التجهيزات تجهيز غرف عمليات فرعية في كل الوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة سوهاج. نعم، كان واضح أن التجهيزات موجودة في كافة المحافظات أمام اللجان الانتخابية، سواء بالنسبة لسيارات الحماية المدنية والإسعاف أو بالنسبة للكراسي المتحركة أو حتى الانتخاب بطريقة برايل. آية رفاعي من سوهاج، جزيل الشكر لك.